معاناة إنسانية لم يسبق لها مثيل، تعجز المرادفات عن وصف بشاعتها، الناجمة عن الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الغاشم وحصاره الشامل، ما دفع سكان قطاع غزة للعيش في حالة ترحال دائم، هرباً من ويلات العدوان، بحثاً عن المأوى والأمان. قطعوا شرايين الحياة اليهود، ما خلوش لا مية ولا خلوا كهرباء ولا خلوا أي شيء لشرايين الحياة، فاضطرينا على المنشور اللي نزلوا لنا إياه، قالوا لنا لازم تطلعوا من المنطقة هذه الشمالية وتتوجهوا إلى منطقة الجنوب اللي هي عند الوادي. قعدنا برضو يعني 3 أشهر، بعد 3 أشهر عملوا لنا رسائل وقعدوا يحذروا فينا، يقولوا لنا لازم تطلعوا من المنطقة هذه حي الأمل وتروحوا تتوجهوا في المنطقة الجنوبية. المأساة لم تتوقف عند قطع الاحتلال شرايين الحياة لأولئك النازحين الذين عايشوا مشاهد مروعة حفرت في وجدانهم قبل عقولهم، بل وصل الأمر إلى اتخاذهم من القبور مجلساً ومستقراً، وعلى الرمال الرطبة نصبوا خيامهم البالية التي لا تحمي من قصف أو ترحم من برد. احنا جنب الأموات قاعدين مرتاحين، واحنا اللي عايشين وبنتألم ونتعذب في هيك ظروف قاسية جدا. آلام تعتصر قلوب الآباء الذين يقطنون الخيام وهم يشاهدون صغارهم يعيشون حياتهم وسط القبور ويسجلون في ذاكرتهم مشاهد الشهداء والدمار الناجم عن العدوان. أنا بشوف أطفالنا بيلعبوا حوالين القبور وعلى القبور بيلعبوا، وهذا يعني موتوا المشاعر، حتى مشاعر الأطفال كمان بدأت تموت. وضع لا إنساني يواجه سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك حتى الآن ساكناً لوقف العدوان.